ستات كتير عندهم حيرة وهم في وسط البحر، أنط من السفينة وأفضل أعوم أعوم أعوم، الله أعلم هوصل للشط ولا لأ، ولا أركب في سفينة ماشية في طريق أنا مش عايزاه، مش سعيدة في بيتها. طيب أعيش مش سعيدة عشان العيال وعشان الواجهة الاجتماعية بتاعت الجواز، ولا أتطلق وأظلم العيال؟ لو فضلت هظلم نفسي، لو اتطلقت هظلم العيال. الحقيقة إن عايز حضرتك علشان نحل الحيرة دي تفتكري الجملة دي: ليس كل مباح متاح. احفظي الجملة دي، لأن أنت من حقك لما تبقي متضررة تتطلقي طبعا، برضو إن لنفسك عليك حق. مباح النهاردة لو أنت بتتبهدلي بتتهاني، ما بيصرفش عليك كويس وهو قادر، العلاقة بقت مبنية على الخيانة، أيا كان من حقك تطلب الطلاق، حتى في حاجة في الشريعة اسمها الطلاق للضرر. بس ليس كل مباح متاح. وهسألك الأول، لو أنت حيرانة أفضل وأبقى تعيسة ولا أتطلق وممكن العيال تتظلم في النص، هسألك أنت اشتغلتي على نفسك ولا لأ؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول للستات: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. شوف النصيحة الربانية: وأحضرت الأنفس الشح. يعني إيه وأحضرت الأنفس الشح؟ يعني في بعض الأوقات الإنسان بيبقى شحيح إنه يصلح من نفسه، أو شحيح يجي على نفسه شوية. فالنهاردة المشاكل اللي بينك وبين جوزك، هل وقفتي وقفة حقيقية مع نفسك وشفتي عيوبك ولا لأ؟ هل ممكن، أنا مش بتهم أي حد، بس أنا بفتح أفكار عشان الحيران بيحتاج أفكار قدامه تنور له بصيرته. هل دايما بترمي الغلط على الراجل، ولا في عيب جواكي هو اللي مخلي الراجل كده؟ هل قعدتي معاه قعدة حقيقية مرة واثنين وعشرة؟ أصل الجواز ده ميثاق غليظ. هل قعدتوا مع بعض كتير تتكلموا وتعاهدتوا أنت إيه اللي مزعلك مني وإيه اللي مزعلني منك؟ إيه اللي تقدر تقدمه للعلاقة دي وأنا إيه اللي أقدر أقدمه للعلاقة دي قبل ما نختار الطريق الأسهل وهو الانفصال؟ الموضوع ده مهم جدا. وبعدين النهارده كتير جدا من البنات بتتطلق بعد شهور من الجواز، تكون حملت في الشهر السابع ولا الثامن وهتتطلق قبل سنه من ما يعدي عليها سنه. وده الاصلاح وان احنا نولف على بعض بيحتاج سنين. فبلاش نختار الطريق الاسهل. واحده تقول لي: لا، ولا طريق اسهل ولا حاجه، انا بقى لنا 12 سنه متجوزين وانا مش قادره اعيش. هنا الجواب كل واحد أضرب نفسه. انت عارفه لو بيشرب مخدرات ومش عايز يتعالج اتطلقي، لان اللي بيشرب مخدرات بتنظر له الناس اللي عندها خبره تنظر نظره المريض: روح اتعالج وتبقى احسن واحد في الدنيا ان شاء الله، ايه انسان غلط يعني، ايه المشكله؟ لكن لو رافض يتعالج هو نازل بيكي للهاويه. لو واحد ماله حرام ومش عايز يبطل، صرف عليكي من حرام وبياكل عياله من حرام، لا خلاص ده يعني مش عايزين نخش النار. لو واحد بيهينك بضرب وشتيمة ومالوش كبير، يعني يجي ندخل كبير العيلة يهين كبير العيلة، انت ينفدي بجلدك، ده ما يعرفش ربنا. لكن النهاردة في مشاكل كتير في الحياة. انت بتسألي افضل عايشة تعيسة واظلم نفسي ولا اتطلق وممكن عيالي يتظلموا؟ الاول امشي في العملية الاصلاحية الاخرة. لان عايز اقول لحضرتك على حاجة، في بنات كتير اتطلقت وعايشة بالعيال عيشة فيها معاناة وفيها تعب، ومش دايما لما بيحصل الطلاق بتبقى العلاقه سويه بين الراجل والست ماليا واخلاقيا بحيث ان العيال ما يحسوش بالفرق. فالموضوع فيه معاناه، الا لو انتوا الاثنين اسوياء، ويعني يا رب الناس تبقى كده كلها، بس الواقع بيقول غير كده. وفي ستات ربنا بيعينها ولما اتطلقوا ربنا نجاهم واكرمهم في عيالهم وحمدوا ربنا ان هم هربوا من بيت زي ده. لكن لازم تاخدي الكلام ده وتسقطيه عليكي. فليس كل مباح متاح. أقصد من كلامي الخلاصة اللي أتمنى تريح بالك: متستسهليش موضوع الطلاق إني عايز استريح. لأ، العيشة بعد الطلاق مش سهلة، فلازم تقيسي هتفقدي إيه وهتكسبي إيه. وبعدين ياريت ندخل حد يكون عنده حكمة من أهلك، واحدة واحدة كده تشوفوا الرؤية. لأن برضو من حقك أنك أنت لو متهانة في بيتك وما بتاخديش أقل حقوق الأدمية، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته،
لكن يمكن يكون لسه في مجهود وما نختارش الأسهل في إصلاح نفسنا وإصلاح البيت للحفاظ على هذا الميثاق الغليظ. أتمنى الخلاصة دي تكون مريحة للبال في الست اللي محتارة أعيش تعيسة وأظلم نفسي ولا أتطلق ويعني أهرب بس ممكن العيال يتظلموا معايا. ربنا يحمي البيوت ويهدي الحيارة ينجينا كلنا لما يحب ويرضى. وإحنا في اللحظات اللي بتبقى فيها يعني حيرة زي دي نشغل ربنا، نرفع أيدينا كده ونقول له يا رب خد بأيدينا.